ضحت بعنيها علشان خطبها، وأول ما الدكاترة قالوا لها مش هتشوف تاني، خطبها قال لها كل حاجة اسمه ونصيب. وفي الساعات اللي فاتت الأكاونت بتاعها على إنستغرام نشر ستوري وبيعلن بيه عن إن سارة مش هتشوف تاني، وكتب سارة فقدت آخر أمل كانت متمسكة بيه، للأسف النتيجة النهائية سارة فقدت بصرها. اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. البلوجر سارة محمد ضرب بيها مثل للشجاعة وشهامة البنت المصرية، ولما ربنا أراد إنها ما تشوفش تاني قالت الحمد لله واللي ربنا عايزه هيكون. وبعد حلقتها مع الإعلامية ريهام سعيد عدد كبير من النجوم والبلوجرز قدموا لها مساعدات عشان يساعدوها بالعلاج النفسي أو بالعلاج الطبي، زي الفنان تامر حسني اللي أعلن دعمه لسارة في الساعات اللي فاتت وكتب على حسابه الرسمي على تويتر: معرفش الكل يعرف قصة سارة ولا لأ، بس سهل قوي للي ما يعرفش إنه يعرف. بحق الليلة الفضيلة دي يا سارة، ليلة النصف من شعبان، ربنا يكرمك وما يعديش بكرة إلا وإنتي سمع خبر جميل يطمنك إن عينك هترجع تاني إن شاء الله. ادعوا لسارة معايا يا جماعة، أنا متفائل خير ليها قوي. وكل الشكر لموقف ريهام سعيد من أول المحنة اللي بعون الله سارة بقوتها وإيمانها بربنا هتخليها منحة، وكل الشكر للفنانين الطيبين ولاد البلد الجدعان اللي اهتموا بيها سعد وشيبة، وأنا قريب قوي هجيلها، وكل الشكر للناس الجميلة اللي بيروحوا لها اسكندرية يهونوا عليها. دعوات الكل اليوم ده مهمة قوي، يا رب تفرح قلبها وتشفيها وتهون عليها وتفرحنا بأجمل خبر ليها. يا رب يا رب يا رب تشفيها وتشفي كل مريض، اللهم آمين. سارة طلعت وحكت عن اللي حصل لها بالتفصيل مع ريهام سعيد، وقالت: احنا كنا ماشيين وكان في عربية حاولت توقفنا وزنقت علينا، وانا بصيت كده عليهم وقلت لخطيبي اجري اوعى تقف ليهم، وبعدين واحنا على الطريق الصحراوي قربوا مننا بالعربية وبصيت لقيت معاهم أسلحة وبدأوا يضربوا عليهم نار. سارة نفسيتها اتدمرت، ومش بس كده اتأذت في بصرها، ده كمان قلبها اتكسر، الشخص اللي فادته ببصرها علشان هو يبقى كويس سابها علشان ما بقتش تشوف. سارة بقت حديث كل الناس، اللي يعرفها واللي كان ما يعرفهاش بقى بيدعيلها بجبر خاطرها وان ربنا يرد لها بصرها. على الناحية التانية خطيب سارة مصطفى خرج يدافع عن نفسه وقال إن باباها هو السبب وهو اللي منعه من زيارتها وإنه حاول كتير يروح لها وكانوا بيمنعوه، وقال مصطفى: يوم الحادثة كنا مع بعض في العربية والخراطيش جت في وشها ورحت لها المستشفى وقلت لها أنا مش هسيبك مهما حصل، وقال إن والدتها سبب المشاكل وعاوزاني أبعد عن سارة وكانت بتطرده بره البيت علشان تبعدها عنه، وإن أبوها كان بيكلمه ويقول له لو ما بعدتش عنها هموت، غير ان اصحابها بيكرهوه وبيوصلوا لها عنه كلام ما حصلش، واكد انه عمره ما يبعد عنها وهيفضل يحبها طول ما هو عايش. سارة دلوقتي مش محتاجة غير دعوات صادقة من قلوب فعلا بتحبها وبتتمنى لها الخير، مين عارف يمكن ربنا يعمل المعجزة ويرد لها بصرها وتخرج من المحنة دي بمنحة كبيرة من ربنا تعوضها عن كل اللي راح منها وترضيها بكل اللي جاي.